السلام عليكم. اليوم نروح البلدية تاع زيرة في ولاية الجزائر العاصمة لنقف على الأشغال نتاع التهيئة نتاع طريق ما بين طريق السيار نتاع إذن طريق السيار الشمالي هنا نتاع بن عكنون والمستشفى جديد هنا نتاع زيرالدا، وكذلك الأهم وهو ربط المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله هنا بطريق السيار، إذن واللي سوف يعتبر منفذ جديد بعد ما كان هنا عندنا منفذ آخر من الجهة الشرقية، واللي عندنا منفذ تاني هذا باتجاه طريق السيار. إذن هذا منفذ هام جدا سوف يربط المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله بطريق السيار، وهذا الجزء هذا هو الخاص يعني المخصص بالأشغال هنا. هذا هو الجزء الذي سوف يتم يعني ازدواجيته ويولي بزوج أروقة، وكذلك سوف يتم خلق محول دائري هنا في المنطقة هذه لتسهيل حركة المرور. إذن وللعلم نشوف هنا 3 منشآت هامة، هو المستشفى الجديد هنا والمستشفى القديم هنا تاع زيرالدا، وكذلك المركز تاع التدريبات تاع فريق مولودية الجزائر العاصمة هنا المركز التدريبات نتاعو. إذن هذا هو كما نشاهد في الصورة هذه يعني التغيير تاع الطريق هذا وعملية التوسعة ديالو. هنا نلاحظ بالأصفر الخطوط بالأصفر نشاهد أن العملية نتاع التوسعة ستضم يعني الجزء يعني ما بين المستشفى نتاع الاستعجالات الطبية هنا نتاع زيرالدا، وكذلك طريق السيار نتاع بن عكنون هنايا، وهذا فيه إعادة يعني خلق رومبوان هنايا، محول دائري في المنطقة هذه، وكذلك الجزء الآخر اللي سوف يتم توسيعته وهو هذا الجزء هنايا اللي تكلمنا عليه من قبل، واللي سوف يؤدي إلى المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. إذن فيه عملية نتاع ازدواجية الطريق هنا على ما نشوف. إذن وللعلم أنه هذا هو المستشفى الجديد الذي سوف يفتتح يعني في الأيام القليلة القادمة، الأشغال كلها انتهت فيه، وهذا المستشفى القديم نتاع زيرالدا اللي يعود إلى أكثر من 20 سنة، يعني بني في الثمانينات القرن الماضي. هذا المستشفى زيرالدا القديم، وهذا المستشفى الجديد نتاع الاستعجالات الطبية. إذن هذا هو المشروع اللي كنا حابين نديرو وتكلمت عليه في فيديو من قبل، اللي يعني توسيع الطريق هذا لتسهيل الولوج إلى المستشفيات يعني في الزوج هادو، وكذلك الولوج إلى المدينة الجديدة نتاع سيدي عبد الله. أترككم تتابعون الصور إذن نتاع المشروع هذا والأشغال التي راهي سايرة لحد الساعة في توسعة الطريق هذا. إذن أترككم تتابعون والسلام عليكم.